والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. والحديث يقول: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ولما نجمع بين الآية والحديث نفهم أن من دعا غير الله فقد جعل لله ندا، وهذا تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في المنزلة الأولى من التفسير. من دعا غير الله فقد جعل لله ندا وهو أعظم ذنب. قال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. قال تعالى: فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. قال تعالى: ولا تدعو من دون الله ما لا يضرك ولا ينفعك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قال تعالى: يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. قال تبارك وتعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. أعظم ذنب أن تجعل لله ندا بالدعاء وهو خلقك. أعظم ذنب لا يغفره الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. إن كان الشرك الأول اللي بيدخل على الناس في صورة محبة الصالحين، ولا شك المؤمن يحب الصالحين، والمؤمن فوق ذلك يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك. لكن لا يدخل عليك الشيطان وأعوان الشيطان بحجة نحب الصالحين عشان ندعوهم مع الله. نحن بنحب الصالحين، نعم، الصالحين الذين يقرؤون القرآن ويعلمون الناس الفقه والعقيدة والصلاة وأهل القرآن، نحبهم ما في شك، لكن لا ندعوهم مع الله ولا نستغيث بهم ولا نتوكل عليهم. توكل على الله سبحانه وتعالى. قال: ومن يفعل ذلك، اللي بيعمل ذا شرك او زنا او قتل، قال يلقى اثاما. ما هو الاثام؟ يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا ذليل. ملائكه بجرهم جر تضربون على وجوههم، ويوم القيامه ماشيين بوشهم، نحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ذل ومهانة وخزي جوا جهنم، يضاعف لهم العذاب.